السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقه جديده ديال سليمة ماشي الخميس. هضرنا بزاف على المهن ديال السينما، واليوم غادي نهضروا على موضوع اخر. فاش كتكون عندك فكره وكتبغي دير ليها الاخراج، خصوصا الا كان العمل الاول ديالك السينمائي، بزاف ديال الناس كيمشيو فيغ لو كور ميتراج، ولا نقدروا نقولوا الفيلم القصير. ضيف ديالي اليوم هو يونس يوسفي. مرحبا، كيداير لاباس؟ كيداير اخويا، لاباس عليك. يونس يوسفي هو مخرج، دار الاخراج، هو ممثل قبل ما يكون مخرج، هذا الشيء نهضروا عليه بيان سور، ولكن مخرج اللي دار الفيلم الاول ديالو، دار ليه لوطو برودكسيون. المهم كان معاه بيان سور دو زوتر بيرسون، غادي يفسر لنا شويه هذه القضيه هذه بالنسبه للناس اللي كيتصنتوا لينا وباغين لي بيتيت يديروا لوطو برود، سورتو في العمل الاول ديالك. بيتيت احسن واحد يتيق فيك هو انت، حيت ما تلقاش اللي ما تلقاش احسن منك. اكزاكتو، هذا الشيء اللي كاين. دونك اليوم غادي نهضروا نيت على هذا لاسبي هذا، غادي نهضروا على لو فيت دو كروغ اون سون بروجي، ولكن من غير انك تثق في البروجي ديالك عمليا، ايتاب باغ ايتاب، كيفاش كتوقع. يونس شكرا بزاف اللي جيتي معنا لسليمة. اخويا شكرا بزاف على الاستضافه ديالك، الله يحفظك، بارك الله فيك، صافي بليزير. الفيلم الاول القصير ديالك سميتو هكاك. اييه هكاك، مع تشديد الكا لي كاين متاح في يوتيوب. yeah. راه غادي ندير لكم لين ديسكريبسيون في لو لين في لا ديسكريبسيون، ما كاينش شي ما نزيدش شي هضره اخرى من غير هذه. ما عرفتش كنت كنقلب الرابط، الرابط يمكن ولا شي لعيبه، الرابط والجرس والجرس وفعلوا الجرس تفعيل الجرس. دونك نبداو بيتيت بلا بروميير ايتاب. يونس، انت كنتي ممثل. ايه ياك، باقي ممثل الحمد لله. وي سي فري، شي والله الا سي فري. لا مي سي حيت اون اتوندونس ا فولوار انك تكون يكون ان تروك لينير، تعاود قصه. يعني بديتي من هنا، ما انا فهمتك غير سي فري من المستملحات. انت باقي ممثل بيان سور، مي ممثل، درتي التياتر، باقي غدير تياتر عاوتاني، و تا تمثيل السينما وداك الشيء. كيفاش فوقاش جاتك الرغبه انك دير فيلم؟ باسكو ما نهضروش على الاخراج، لونفي دو فيغ ان فيلم، باسكو تنهضروا عليك انت لو بروميير بوست اللي خديتي راه هو بروديكتور ماشي مخرج. وي خداو اون فا، كانوا بلوزيور في نفس لو باني، كانوا بلان دو فونكسيون في هذيك لافونتور اللي هي كوك. مي سي فري كو السينما انا جيت لها من الباب ديال التمثيل كممثل. درت قبل من ندير شويه ديال لي زاباريسيون في كلكو فيلم، سيتي سورتو تياتر. دونك درت واحد 10 سنين تقريبا ديال المسرح، تبارك الله. راه ماشي والله يبارك فيك. وواحد النهار انا كنقرا واحد لو بلوغ سميتو لانكرويابل كونري دان فهاماتور، وفي هذاك البلوغ كاين دي بوست اللي كيهضروا على الـ على الـ على لافي اوربان، على المغرب، على المشاكل ديال المغرب اون جينيرال، وعلى التعامل ديال بلان دو دو دو, دو بيرسوناج مع 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 على فوا لو كوتي كوتيديان، مي اترافير هذاك الكوتي كوتيديان كتشوف كاع الحموله ديال الثقافه المغربيه وديال الانسان المغربي. دونك هذا البلوغ هذا شنو سميتو؟ لانكرويابل كونري دان فهاماتور. لانكرويابل كونري ديال فهاماتور اللي كيديروا علاء تريسي. فوالا، لقاش هذه كانت انونيم. انا من القراء ديال هذاك لو بلوغ، عنده واحد لو ستيل ديكريتور واعر بزاف. دايوغ باقي هذاك البلوغ باقي كاين، باقي كاين اللي يقدر يبغي يدخل ليه بلوغ ديال فهاماتور. انا جيتي اون تران جو ليز انورمون. دونك بديتي انت؟ انا ملي كنت كنقراه انا كممثل كنقراه وكيعجب، كنتخيلو رابيدمون في الفم ديال واحد الممثل، ولا في واحد الانسان ديال كوسوا تياتر ولا ان فيلم. و ا شاك فوا كانت كتخرج شي حاجه كنت نقول مع راسي بحال هكا. دونك او بو دا مومون صيفطت ان ميساج للعلاء اللي ديك الساعه ما كنتش كنعرفو، اللي داير لو بلوغ، وقلت ليه فوالا انا، السلام عليكم. وعليكم السلام، انا سميتي يونس اليوسفي، وراه كيعجبني بزاف هادشي اللي كتكتب، وانا كممثل ما عرفتش واش ديجا كتبتي. انا سولتو فوالا لا بروميير كيسيون اللي سولتو، قلت ليه ما عرفتش واش كتبتي ديجا اون فيكسيون.
كسو سوا ديك الساعه كنا باقيين ما عارفينش اش غيكون واش مسرحيه. انا في الاول كاع كنت كنخمم في المسرح. اون فيت الاول عجبك لو تيكست سي تحتي tu es tombé amoureux d'un texte. Je voilà, je suis tombé amoureux de sa plume, je suis tombé amoureux de l'univers comment il décrivait le Maghreb. Je me sentais très proche de Tariqa باش كي يشوف فيها بها كازا وباش كي يشوف فيها شي حوايج اللي قراب ليا و سي تري اسيد اي درول اي نوار. المهم جيتي amoureux de هذاك الكتابه واتصلت بيه كما قلت لي فوالا راه عندي واحد لونفي ان نشوف هذا الشيء. هذا ما عرفتش واش ديجا كتبتي اون فيكسيون ولا لا سي جامي لا اسكو سا تانتيريسري. Et là, ça a commencé, les échanges ont commencé. Il dit non, je ne sais pas si je suis quelqu'un qui est assez pris. Je suis quelqu'un qui est assez pris. Je ne sais pas si c'est pas évident. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a une carrière, qui a d'autres choses qui a donné beaucoup de temps. Donc, écrire, qui a été un peu plus. Après, je ne sais pas si je suis quelqu'un qui a été. Mais en tout cas, j'ai les échanges avec. على الفكره ديال اننا نديروا ان فيكسيون مي باقي ديك الساعه اسمه ولا باقي ما عارفينش كيل جور دو فيكسيون. دونك انا كومونسي ا ديسكوتي بدينا كنقرا كنعاودوا نقراو لي بوست من الاول. هاد القضيه باسكو دابا زدتوا صديق العلاقه ديالكم تطورات مي ديجا في الاول صديق tu as envoyé un message لكلكان qui a pris la peine de te répondre. Voilà. من هنا بغيت نحل واحد القوس بالنسبه للناس كيتسنتوا لينا باغ اكزومبل. Quand on a envie, on sait un message chez واحد. هذه القضيه ديال comment envoyer un message مهمه بزاف. يعني انت مثلا فصيفتي الميساج ديالك dis-moi comment ça s'est passé مع علاء. C'est-à-dire tu t'es présenté, tu as dit ce que tu voulais dire. ميساج واحد ما صيفطيش ليه طريقه مباشره. لا لا شرحت ليه بيان سور ما صيفطيش ليه سالو صافا ومن بعد ما جاوبكش قلت لي تواضعوا معاه درتو بلوغ صاحبي بقيت شويه تجاوبوا الفنان. حنا اللي فينا المشكل كندوي معاكم حنا اصلا. لا ان فيت وي فهمتي النقطه هنا اللي بغيت نشير ليها بالنسبه للناس كيتسنتوني سورتو غادي يكونوا سورتو يكونوا دي جون ولا شي حاجه لا مانيير دابروش راه تي ابروش كيلكان راه ماشي شي واحد متكبر ولا شي حاجه ولكن غادي يقرا ميساج واش صافو لا بين انه يجاوب عليه ولا لا. بيان سور الا صيفطتي ليه سالو تا سالو ما درتيش لي فور انك تكتبها هي هذيك ولا هذا وما قلتيش شكون انت شنو باغي دير اكسيتيرا ماشاء واحد غادي يزابي ماشي ضيع معاك الوقت. لا بيان سور وصافي بارتي دو شكون انت لا فاسون باش كتهضر مع الناس لا فاسون باش تو بريزونت وباش كتبدا لو بروميير كونتاكت مرايا ديال شكون انت فوالا مرايا ديالك. دونك انت كدير واحد لي فور سورتو الا كانت ولكن الاهم من هذا الشيء انها تكون يكون كيك شوز دو ناتوريل. يعني ما سي فري انك كاينه هذيك لونفي ولكن ما غاديش تبقى تزيد فيه وهذا تشرح ديريكتومون اشنو عاجبك اشنو بغيتي اش سي كوا لو سوجي علاش تو كونتاكت لا بيرسون و نورمالمون سا دوفري الي سا دوفري وي لا ما كانش سي با غراف سي با غراف اكزاكت اي فو ان توكا اي فو با ايزيتي. انك ملي انا ملي قريت لو بلوغ وهذا ما كنتش مع راسي ولا موحاش وتعيط ليه ويمكن ما يكونش مسالي ويمكن هو عنده يمكن معاه من كيباغي يدير دي شوز شكون انت فهمتي. هاد الاسئله كاع ما صدعش راسي بهم عجبني لو تروك صيفط ليه جاوبني اي وهاد القضيه بقات في كاع لو بروسيس ديال هكاك. C'est ça qui est hallucinant, on fait que les étapes là, avec les acteurs, là, avec l'équipe technique, là, avec les étapes de Hukuk a été marqué par le fait de la bienveillance qui est autour du film, où il suffisait juste d'envoyer un message, de dire voilà, là, je recevais souvent, je recevais que des bonnes réponses. Alhamdoulilah. دونك هذه من ناحيه لابروش. دونك بديتو كتشوفوا في البلوغ شنو هو لو تيكست اللي يقدر يجي مع الكور ميتراج اللي غادي تصايب. مشينا من بليزيوغ شومان. في الاول كنا غادي نمشيو من اون باج بلونش كومبليتمون بلونش شويه قلنا على الى فيو هذاك لو بوست بالضبط اللي الاول كاين ان بوست في البلوغ الناس اللي غادي يمشيو دابا يطلعوا على البلوغ كاين واحد لو بوست فيه لو بوان دو ديبار ديال ليستوار ديال هكاك اي ليستوار ديال لي فري هوغ دون لا رو ماروكان. اي دونك وكاين دي ديالوغ تاعنا فاور بلا ما نسبويليو الناس اللي باقي يتفرجوا هكاك فوالا تاعنا فاور. دونك غادي فلوف هذاك لو بوست سيتي لو بوان دو ديبار ديال توت ليستوار. Et on a commencé à travailler ensemble, on a commencé à écrire des choses, à me les envoyer, on discutait. On a dit que c'est un mec qui est le Maghreb ou quand je trouve mais il me voit même qui est le français ou un mec qui est le Maghreb. Alors je quand là. Où est-ce que c'est le Maghreb? Où est le Maghreb? On a dit que c'est en France. Parce qu'on a choisi le Sénégal. Ah là, où est-ce que c'est le Sénégal? Sénégal, maintenant tu as dit que il s'est présenté. Alors qui est vraiment toi?
Donc ça s'est passé comme ça, des échanges. Voilà, des échanges, ça a duré presque un an. Ah. Ah non, mais avec des pauses ديال 3 شهور باش نفسرو يعني بالنسبه للناس اللي كيتصنتوا اونكور اون فوا اش كنهضروا على عام ديال الكتابه، راه ماشي كل نهار كتنوض 8 12 6 حتى كتكتب، سبدي خاصك تكتب وكاين واحد الوقت ديال الراحه وكل واحد عنده المشاغل ديالو والخدمه ديالو لا انت لا هو ولكن المهم ان هذاك لو تيكست قبل ما نبداو نفكروا فيه كما قلتي واش غادي نديروه فيلم ولا هذا، انه يكون عنده الوقت انه هو يتنفس وانتوما تنفسوا وتمساو وترجعوا ليه باش تشوفوه كي داير واش ياك اكزاكتو هادشي اللي باش ما طيحش في ديك القضيه ان كتبقى خشيني في واحد اللعيبه. انا 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 اوسي سوبي كنظن ان ما عرفتش بالنسبه لعلاء، ولكن انا بالنسبه لي كنظن بان كون كان عندنا لا بوسيبيتي اسما مولا اننا ناخذ واحد 15 يوم ديال ريزيدونس ارتستيك ديكريتور هذا ما كناش غنقولوا لا، سي نو كونديسيون اللي اداو بان هذاك اوتون دو طون يتخاد، مي سيتي اون بون شوز بور نو. اللي بغيت نقول دون سو سونس ان سي فري كو بعض المرات سي بيان دو ليسي لو طون ان لو تروك اي ماتوري وهذا، مي سي بيان اوسي بارفو انك كتكون كونسنتري بوندون واحد لا بيريود دون كادر دو واحد لا ريزيدونس ارتستيك ولا هذا، اي تو بو زعما نو فير كو سا دون فاسون انتنسيف بوندون واحد لو لابس دو طون. دونك لي دو اوبسيون لي دو اوبسيون كاينين. هادشي لحد الان كوريجمون سي جي طوغ مازال ما مديسيدينش واش غديروا فيلم. ديك الساعه بدا كيبان ملي بدات ليكريتور بدا كيبان بان سا سرا ان كور ميتر. لاقاش في الكتابه خاصكم بحال دابا مثلا لكتو غادي تكتبوا مسرحيه ماشي هو الطريقه باش تكتبوا فيلم. دونك اون افي رابيدمون لو شوا كو ميم ديال اننا نديروا ان كور ميتر. وي اون ا ديماري بالفكره ديال مي هذيك لا ريفليكسيون كانت قبل ما نبداو فكاك كبروجي كوك، ملي بدا البروجي كوك بدا اون طون كو كور ميتراج. الوغ ما كيسيون هي واش فاش بديتو الكتابه ديال السيناريو واش قبل ما تبداو يعني صافي اختاريتو لو تيكست شو قلتي سري بيان تكون فيلم، كنحاول نغيم ايماجيني كنت نتوما سري بيان يكون فيلم اكسيتيغا ماشي، واش بديتو خصنا سيناريو ولا السؤال الاول هو كان خصنا الفلوس باش نديرو فيلم؟ لا ماشي الفلوس بتاتا. داكوغ دونك اوكا مومون لا انا لا علاء في الاول ما خممنا في بشحال ولا هذا، في الاول اون فو فيغ سا بغينا نديرو هاد القضيه ايتاب باغ ايتاب اكريغ بعدا نكتبوا شي حاجه اللي هو يكتب ان تروك اللي نتفقوا عليه بجوج على انه سي سا سكون فو راكونتي سي سا هذا، وديك الساعه اون فيرا بيان ا سو مومون لا. مي ما كنت ما عقلش اننا هضرنا في الاول على الفلوس ولا منين غنجيبوا الفلوس ولا شكون اللي غيبرودوي الفيلم ولا دونك هذه سي كيك شوز دو اسي ايجابيه لان بتاتر كاين بزاف الناس يقول بغيت ندير ولكن راه ما كاينش لي مويان وخاص الفلوس وخاص هذا، كما قلتي لا اول حاجه اللي دفعتكم انكم ديروها هو الحب ديال لو تيكست والحب انكم تكتبوا ان تروك وابخي اون فافوار ياك سي سا سي اكزاكتو بحال قلتي تيوجد لو برودوي حيت ما يمكنش تخمم في واحد المشكل اللي باقي ما تطرحش، ولكن فاش كنتو قربتوا تسالي والكتابه بداو هاد الاسئله واخا اللي كيطرحوا ايفيكتيفمون ملي صافي ولينا غاديين انصامبل في ان تروك اللي عاجبنا وكاين هذا صافي بدا كيوضح بان غادي خصنا نديروا الفيلم. ماتنو جات اوسي في واحد الوقت اللي لا انا ولا هو كنا قادرين اننا نفينونسيو الفيلم حنا نوميم، لان ما من جيبكم فينونسيفو ميم هي من جيبكم حنايا اللي غنخلصوا البيدجي ديال الفيلم، مسائل خاصها تخلص والبيدجي ديال الفيلم حنا اللي اون فا انا وعلاء اون فا سلو بارطاجي بار دو لان سي نوتر بيبي ا تو لي دو، لان علاء ماشي غير كلكان اللي كتب السيناريو ولا هذا سي ان بابا ديال الفيلم وميم تيتر كو انا كيف انا كنت كنهضر معاه في الوقت ديال الكتابه وهذا، حتى ملي كنا في التورناج ولا ملي كنا في لي شوا دي زاكتور وفي هذا il était présent donc c'est quelqu'un qui a porté le projet معايا من الديبا. يعني ça veut dire que parce que كاين الدور ديال ليكريتور اللي هو قام به وقمتي به انت، ولكن راه ما تنساش اون فوا قلتو بلي غادي تحطوا فلوسكم راه وليتو دي برودكتور بغيتو ولا كرهتو. يعني باش كتولي برودكتور راه كتدخل ايفيكتيفون بزاف ديال الحوايج، ماشي لحقاش فلوسك ماشي في داك المنطق ديال انهم فلوسك، وكما شفنا في حلقات اللي هضرنا على لا برود يعني سي اوسي ان شوا ارتستيك سي باسكو تو كرو
كما قلنا في المقدمه ما كاينش اللي تيخفيك في راسك بحال بحالك انت وانتوما كان عندكم هذا ولكن سافدير كو كان اول حاجه خصكم ديروا هي بدات ديبويمون تشوفوا بعد هادشي بحال غيتقام عليكم ولا قلتوا هذا هو الماكسيموم اللي نقدروا نحطوا اي اون فافير ان سورت كو غادي داكشي غادي يصدق بهذا البيدجي يعني كيفاش كان المنطق كانوا لي دو كان او ميم طون حنا شحال عندنا شحال غنقدروا نحطوا اي او ميم طون رابيدمون في ليكيب ديال الفيلم حنا عارفين بان غادي خصنا شي حد اللي غيعاوننا باش نديروا هاد لي بريفيزيون ديال البيدجي يعني ان برودكتور اكزيكوتيف يعني المنتج المنفذ اللي غادي يتكلف انك كاين البرودكتور اللي غادي يعطي الفلوس باش يدار الفيلم وكاين كيلكان ديغيغ اللي غادي ياخذ هذاك البيدجي ديريكتور دو برود ان ديريكتور دو برود اللي غادي ي غادي يجيري البيدجي وغيجيري وغادي يخلص قال لك شحال هادشي وغيسيني لي كونطرا مع 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 ليكيب تكنيك وغيدير هاد الخدمه ديال ديال لا جيستيون دو فلوس وغادي يقول لك بشحال غيتقام عليك هادشي دونك هذا هو اللي دخل اول واحد يدخل في الباطو فوالا من بعد ملي اونا ديمارينا وعلاء رابيدمون جا سعيد غوغاز ديال اكستريم ميديا عنده اون سوسيتي دو برودكسيون وما كيديرش هذاك الوقت كنظن سيتي الكور ميتراج الاول اللي كان غادي هذا فريمون باراميتي لان سي شي حد من العائله اللي قدموا لينا وقال لي فوالا راه يونس عنده هذا البروجي وهذا واش تقدر تعاونو واش تقدر لي دوني ان كود ما وداكشي وكان تري تري جونتي و تري سيرفيابل وعاوننا بزاف او بوين انه ما تكلفش غير ب غير بانه يدير لنا لا برودكسيون ديال لو فيلم يعني من لا برودكسيون اكزيكوتيف دار حتى اون بارتي ديال لا برودكسيون بيسكو عاوننا باش كملنا البيدجي لان واحد الوقت انت كتبدا بواحد المونط كتكون ناوي انك بحال شي عرس وعرس وكيزيدو لي زامبريفي شوف كيبداو يطيحوا لك لي زامبريفي هذا وهو لا حكا غادي نجيب عمي بنت خالتي زيدو طابله لا حكا زيدو جوج طوابل لا حكا راه مازال مولهم دابا ما تخلصش هاد القضيه اللي قلتي هو اللي تكلف بهاد لي بيتي تخوا لي كومبلا ان توكا هادوك لي مونك اللي جاوا في الطريق باسكو كاين واحد القضيه سي كو في المغرب كاين واحد التشجيع على الكور ميتراج لان لي بواط دو برود باش انهم يقدروا يلبيو مثلا دي كوموند ديال التلفازه ولا شي حاجه انا مثلا نظن ان كاين سي سي ام تيقول لهم خص تبرودوي واحد ثلاثه ديال لي كور ميتراج ولا ان لون ميتراج دونك كاين بزاف تاع لي بواط دو برود اللي تيبغيو يديروا لا برودكسيون ديال الكور ميتراج هاد القضيه هادي دابا هاد السيد هذا الا في با فريمون بوزوان دان كور ميتراج لهذاك الوقت جو بونس كو كان ما كانش محتاج انه يدير ان كور ميتراج نتوما ما فكرتوش في هاد القضيه هادي ولا تيلمون كتقولوا بون حنا اون انفي دو فيغ نوتر بروجي كوم اون لو سون ما نمشيوش نقلبوا في هذيك الجهه زعما هاد القضيه اسمح لي نقول سؤال بطريقه بلو سامبل هي واش جبتوا الفلوس من جيبكم باسكو كان هو الخيار الاخير باش ديروا داك الفيلم ولا جبتوا الفلوس من جيبكم باسكو بغيت نكون اليز وندير الفيلم ديالي بوحدي حنا ما قلبناش حنا من الديبار ما قلبناش اننا نشوفوا منين غنقدروا نجيبوا الفلوس باش نديروا فيلم حنا قلنا فوالا عندنا هاد ليدي عندنا هاد لو فيلم بغينا نديروه اون سي تري بيان لا ريشيرش ديال الفينانسمون سي كيك شوز اللي كتقدر تاخذ بزاف ديال الوقت وخاص بزاف ديال الظروف باش 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 يكون عندك لا شونس ان الكور ميتراج ديالك يكون برودوي واش ملي غيكون برودوي واش غتكون فريمون ليبر فانك دير داكشي اللي باغي كيف انت باغي في الوقت اللي انت باغي مع الممثلين اللي انت باغي ولا غادي يجي شي فيلم اش غادي يوقع بالفيلم فين غيتباع واش غيمشي فين غيتفرج واش غتقدر دير حنا كنا باغيين نديروا فيلم في الانترنت انا عمرنا ما كانت عندنا لا لوجيك ديال انك غدير فيلم باش تبيعو ولا تديستريبيوي ولا حنا ما بطا علينا امتى يسالي الفيلم باش نقدروا نبارطاجيو في يوتيوب باش بنادم يتفرج في الفيلم اون فيت هاد لابروش هادي سي فري كيفاش كتقلب على فينانسمون اكستيريور ولا هذا راه البرودكتور ولي كيحط فلوسو تيولي شويه هو البروبريتير ديال البروجي هو مول البروجي اي دونك سكالا زعما عنده الكلمه ديالو داكشي علاش خاص يكون واحد التوافق والتوالم كبير بين الناس اللي غادي تفينونسي الفيلم والناس اللي غتخدم في الفيلم والبورتور ديال لو بروجي اللي هو الرياليزاتور ولا كاينه واحد الكلمه واحده اخرى اللي هي لا كونفيونس الثقه هاد الثقه ماشي الثقه شنو هي الثقه ماشي زعما غادي ياخذ ليك ولا غتاخذ ليه الثقه في القدرات في لا كومبيتونس ماشي الثقه في الفلوس واش غياخذ لك فلوس ما تنهضرش على كنهضر على الثقه في الكومبيتونس انه يكون غادي في لو ميم ايطا ديسبري اللي انت فيه انك مثلا باغي دير لا كاليتي اكثر من 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 الفلوس ولا زعما ماشي الفلوس غادي يكونوا عامل انك ما ديرش شي حاجه كاليتي
انك تختار ممثل لانك بغيتيه يكون في داك الفيلم ماشي لحقاش غادي يجيب لك واحد ليكسبوزيسيون للبروجي ديالك ياك. افكتيفمون واخا كتكون هذيك الثقه على خاص علاش هضرت انا بلوتو على التوالم، لان رغم انك تقدر تكون ثقه كتقدر تكون ما عندناش نفس لا فيزيون ارتستيك ديال لي شوز. تقدر انا تايق فيك ولكن ما متفقش مع داك الشيء اللي باغي تقول. انا هذاك الشيء اللي قلت لك الثقه يعني ماشي الثقه في لي كومبيتونس. كاين واحد اوني سور لا ميم لونغور دون اون فا فير لو ميم فيلم. اننا خاصنا نكونوا بجوج ولا متوالمين اننا غنديروا نفس الفيلم. الفيلم اللي انا عندي في دماغي هو اللي عند البرودكتور وحبادا لو يكون هو اللي عند الممثلين ولو خاص دير لك الا كان ممكن زعما الا تيسر كلنا درنا نفس الفيلم مزيان ومن بعد كل واحد غيتفرج في الفيلم اللي بغى. سي فري مي سي فري كو هاد القضيه خاصنا نكونوا متفقين ان غادي نديروا نفس الفيلم وان كلشي غادي يخدم باش ان داك الفيلم يخرج كيما بغيناه يخرج. راه كتبان سهله ولكن راها سي كومبليكي الا كانت. وهذه غادي نوصلوا لهذا الديتاي هذا باسكو غادي نهضروا. لا ماشي داكشي لاقاش شون ايطاب. حنا كنحاولوا نديطايو الماكسيموم. انا بغيت نقولها في هذا تفضل حيت سي فري باش نقدروا كاملين نديروا نفس الفيلم خاص اولا هذاك نتفقوا بان هاد لافونتور هاد لو باطو راه كل واحد في بلاصتو راه مهم باش يدار، ولكن راه باش يكون عند واحد لو سونس خاص واحد في الاخر اللي ياخذ لا ديسيزيون. يعني ملي واحد غادي ياخذ لا ديسيزيون ما كيعنيش ان الراي ديال هذا ولا ديال هذا خايب ولا ما مزيانش ولا داكشي اللي بروبوز عيان ولا ما عيانش. واش غادي في هذيك لا ديريكسيون يعني ملي غادي ندخلوا في اون افونتور ديال ان فيلم باش نقدروا كاملين نديروا نفس الفيلم خاصنا نتيق في هذاك السيد اللي في الديبار قال اجي نديرو فيلم اجيو الدراري نجمعو نديرو فيلم. قالها واحد 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 لا بيرسون اون بروميير ورا هذاك لا بيرسون اللي في الديبار ديال لو بروجي هو اللي عنده لا كويرونس ديال لا لين ديال لو فيلم. دونك كيلكو سوا البوست ديالك سوا برودكتور دي او بي انجيسون مونتيل كيلكو هذا انا وعلاء اوني لي بورتور دو سونس ديال لو فيلم. Le reste des personnes qui greffent le projet, ils avaient l'intelligence ou la gentillesse et la bienveillance de nous faire confiance ou de dire واخا لا من المنتجين ولا من ليكيب. انا دابا انا في لابروت خلعني هذاك الكاس ديال الماء. غادي نستعمل. لا ديروه هنا يكون بخير. هذه القضيه ديال شرب مع راسك. دونك هضرنا على هذه النقطه ديال ان كل شيء خص يكون متفق على شنو غادي ديروا نتوما. عرفتش كنقولوا هذه القضيه ديال باش ما نستعملوش هذاك لو تيرم ديال راه لي زيكيب كاملين ماشي اكزيكوتون. يسون لا كما قلت خصك عندهم هذيك الانتيليجونس والتوازن ما بين الاقتراح ولكن ايضا لا كونفيونس في لو ريزاتور انه غادي يمشي. علاش كنهضروا على هذه النقطه هذه؟ لان لحد الان في القصه ديالنا وفي القصه ديال هكاك وهذا الكور ميتراج سميتو هكاك نتايا وعلاء لاعبين الدور ديال الكتابه وديال لابرود. دابا انت غادي تلعب واحد الدور واحد اخر مختلف على علاء اللي هو لا رياليزاسيون. الاول ملي كونتاكتيت انا علاء كونتاكتيتو كممثل وفي لا بريباراسيون كامله ديال الفيلم كنوجدو كممثل معاه هو كيكتب السيناريو. انا جابورت واحد لو ريغارد ديال الممثل على لو سيناريو يعني كان وعلى على الحكي ديال لو سيناريو مي هو اللي عنده لو ديرني مو في ليكريتور اي جابورت انايا مون ريغارد على على على, على, على ليكريتور. من بعد ان مومون اون عزلنا ان رياليزاتور. انا ماشي مخرج. انا النهار الاول ملي بديت لو بروجي ما عندي حتى علاقه بالاخراج غادي تمثل وعندي واحد البوان اللي هو مهم ديال ان كل واحد خاصو يدير داكشي اللي كيعرف يدير وما يتطاولش على شي حاجه اللي ما كيعرفش يديرها. وبالنسبه ليا الاخراج سي ان اندرو اللي انا ماشي سي با مون ديزير سي با مون بيزوان ارتستيك ما كنخممش فيه. انا كممثل باغي نمثل هادشي. دونك بدينا خدامين على الفيلم وحنا خدامين انا وعلاء il revenait souvent à la charge كيقول لي علاش اصاحبي كتخمم انك تعطي شي حد اخر يدير الاخراج ديال الفيلم. انت كتشارك في ان الفيلم يدار وانت كتهضر عليه وعارف وفاهم الفيلم مزيان وشايف لو سونس ديال اشنو اللي باغي نقولوا راه هادشي هو اللي سوفيزون باش دير الاخراج. وانا كان ديما عندي هاد العقده ديال لا انا مش انا خويا ما قريتش الاخراج ماشي مخرج ما غاديش ندير ليه الاخراج. دونك جبنا ان رياليزاتور درنا الريبيراج جبناه من فرنسا استانا مي جبته ودرنا درنا لو ريبيراج وشنا كاع هذا ورجعنا. سوف كو كنرجعوا لنفس النقطه ديال ما بقيناش غنديروا نفس الفيلم اي تبدل. ملي بدينا كنهضروا هذاك الشخص اللي كان غيدير الاخراج ديال الفيلم ولاو عنده اراء اللي مختلفه بتاتا على كيفاش بدينا حيت انا دخلته في لو بروسيس اسي رابيدمون اي بورتون ملي وصلنا ان لو فيلم حنا ولا كيعجبنا وصافي بان
هو بالنسبه ليه لا هاد لي بيرسوناج ما خاصهمش يكون عندهم هاد ديفلوبمون كوم سا. الحكيم ما كانش خاصو يدار بحال هكا، لا خاصنا نديرو بحال هكا. انا وعلاء ما متفقينش مع لي بروبوزيسيون ديال 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 هذاك المخرج. دونك خدينا قلت لي اودي الا يمكن الا الفيلم عاجبك كيف حنا دايرينو سي كول كونتينيو، الا انت باغي تبدلو باش تقدر ديرو راه سافا با مارشي. قال لي لا انا ما نقدرش نديرو بحال هكا، انا بغيت نديرو بحال هكا. قلت لي الى اللقاء. وهذه القضيه هذه بقينا 2 mois ولكن تسنى نرجع لهاد لا ديسيزيون هادي. لان انا صراحه فاش كتقول لي عاودتي لا ديسكوسيون احترمت بزاف المخرج هاد السيد هذا اللي خدم معاكم، لان ادو لونيتين ويقول لك اودي لا انا ما مقتنعش بهذا الشيء. اكزاكتو سي فري كو سي با ان بوست بحال سي با ان بوست تكنيك الريزاتور راه عنده لا فيزيون ديالو داك الشيء كامل. حتى هو متفقش معاكم او موان الى لونيتي دو لو دير، باسكو كاين شي واحد اللي ما غاديش يكون عندهم داك الصراحه، غادي يجي غادي يقول لك لا 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 داك الشيء اللي بغيتي هو اللي يكون، وتبدا تدخل يقول لك خلاص ما يخرج من الباب يخرج مترجم خلاص غادي تولي محاكين. هذا او موان جو تروف كو بعدا سيتي بي. شحال كان باقي لكم شحال باقي لكم التورناج؟ باقي لكم باقي لنا ما بقاش لنا بزاف شي 2 3 موا باش نتورنيو. هاد لا بريباراسيون بعدا اللي بديتو فيها اول قلنا انت على بروديكتور دخل الرياليزاتور هو اللي يدخل من بعد افكتيفمون. دونك كنتو بربعه بكم كتبريباريو على تيساع يعني كونتور باقي ما مشعولش باقي ما كاينش. انا باش نهضروا من ناحيه اللغه ديال الفلوس اوسي كونتور باقي ما مشعولش باقي ما كاينش يعني كتبابيي ولا اذا ما كاين كتخلصوا القهاوي والبلوك نوت وسميتو الانترنت ستيل وورد داكشي اوكي. بقيت شهر بقات شهرين بقات بقات افكتيفمون معقاش بالضبط مي ان توكا اون بيتيت بيريود بحال هكا كلكو مو اللي بقاو. اي سي لا على كيعاود يقول لي مي يونس علاش كتقاتل باش هذا لي زاكتور كنا بدينا كنعزلو دايور لي زاكتور وبديت انا كندوي مع لي زاكتور وسا كومونسي ا بروندر فورم. دونك ولا عندنا الكاستينغ تقريبا اللي هو عندنا كاستينغ فيه 25 ممثل دونك ان غون بارتي فيهم بدات كتقول اه وشرحت لهم لو بروجي واللي تلاقيت معاه ديريكتومون تلاقيت معاه واللي هضرت معاه في التليفون هضرت معاه في التليفون. مي ديك الساعه كنهضر كممثل قبل ما نهضر معاهم في الاول كنهضر من هاد لا بوزيسيون ديال جو ديفون مون بروجي مي با فورسيمون انا اللي غندير ليه الاخراج. مي ملي مشى ملي ما بقاش معنا هذاك المخرج امون دوني قلت دابا ما يمكنش نمشي نقلب على شي حد اخر. الفيلم انا عارفه لا فيزيون ديالنا واضحه لي زاكتور كو جيم غادي يكونوا معنا في هذا. دونك جي ديسيدي داكور باش جو في الفير انا اللي غادي ندير ليه الاخراج بحال اللي قلتي طحتي امام الامر الواقع. جيتي بلوز او موان اوبليجي انني ندير وبقيت في هاد لا بوزيسيون ديال راه ما يمكنش راه ما يمكنش. وما انت عندك واحد التصور اللي شاد القضيه باسكو متفقنا وياك لاقاش عندنا تقريبا نفس العلاقه ديال مع الاخراج. انا كنت كوميديان كنكتب مي الاخراج نقول المخرج هذا سمعت تخاف اللي يضحك عليك شي واحد يقول لك يجي عندك يقول لك شي هذوك عرفتي الكلمات اللي تقالوا في التورناج يقول لك واش تانكستان ولا تشوف فيه بحال هكا انت هو المخرج. انا لا دماغ مشات بعيد المهم قريت عام مشيت قريت عام مع الدراري عندهم 18 عام باش نتعلم شنو هو داكشي اون فيت اون سي روندو كونت جو مي سو روندو كونت دون شوز وهي اللي غادي تعاود لينا نتايا فاش درتي الاخراج تو تي روندو كونت كو هذاك لابريونسيون اللي كنت كتهضر عليها من قبيله ديال خايف لا ما دا مخرج كل واحد وخدمته انا ممثل ما هذا واش داكشي بصح ولا تبدلت النظره ديالك؟ الكوك سايتي اون بيريود اللي تعلمت فيها بزاف ديال الحوايج لا من هذه الناحيه لا من ناحيه ديال هيومنمون زعما كشخص. يعني كتشوف اكيل بوين لي رابور هيومان وهذا كياخذوا لو با على 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 لو ريست ديال لو كوتي تكنيك. انا بقيت في هذا لو دوت وفي هذا كنت كنقدر نسميه لو كومبلكس ديال كومبلكس دو تكنيك ولا كومبلكس ديال لامبوستور. فوالا كتحس براسك انا امبوستور غادي تبان بحال لي فوالا ماشي بلاصتك شلهبي مي غادا طير في لا بروميي جور دو تورناج. بروميي جور دو تورناج خاصنا نتورنيو لي سين اللي في عين الدياب اللي فيهم الممثلين كاملين. دونك كاينه ليكيب تكنيك كامله كاين 25 ممثل هذا وانت جاي بروميي جور دو تورناج. غادي يجي عندي هشام ديال لا ريجي عايش يقول صباح الخير المهم الطوموبيلات راه محطوطين تما واش بغيتي نحيدهم ولا
عرفتي وتصرفقت ديك اللعبه ديال شوف هاد الخزعبيلات الدماغي اللي عندك في دماغك ديال الحلا مخرين مش ودابا راه كاينه 50 واحد واقفه كتسناك خاصك ديسيدي خاصك تاخذ قرار اسمح لي هادشي اللي قلتي راه كتهضر مع راسك ماشي مع لي ريجيستر مع وسط راسك قلتي صافي قلت مع راسي هاد هادشي ديال لا واش كابيتان جونافي ماشي بلا اوجوردي الناس كتشوفك هذيك وعاقل فريمون على لو ريغارد ديالو في عينيه كيشوف فيها ديك اللعبه ديال اي اش غنديروا سا دوري اون فراكسيون دو سكوند سا هز هادي طاك طاك ومن بعد سي ديفوني اون فاغ كو جي ايسايي دو سورفي ان فيزون كونفيونس توتالمون كونفيونس او جون اللي كانوا دايرين بيا ا موا ميم ان ديزون ايكوت سي ان فيلم نينتا باغي الناس اللي كاينين هنا يل فول ساميوزي اون فا ايسايي دو غاردي اون بون امبيونس اون فير سا بيان اي اون فا ريغولي اون فا ايسايي دو راكونتي سكون فو راكونتي ومن ديبار حتى الاخر بالهاجس ديال انك كتحترم الانسان ولا الانسان اللي غادي في الاخر يبرك يتفرج في الفيلم اللي غيعطيك واحد 15 دقيقه ولا 16 دقيقه ولا نص ساعه من حياته انت كتحترم هذاك الشخص اللي غيعطيك هذاك سميتو دو مومون انك كاين هذاك الاحترام اش غدير ديغيغ راه تقدر تكون عندك لا ميور ميتريس تكنيك وتكون عندك لا ميور فورماسيون ولكن الا ما كانش عندك احترام ديال لا بيرسون اللي غادي تلقى الفيلم في الاخر غادي تبان بانك كتضرب وكتزقل وعما مسوقش وغما اللي باش ما جات كتقضي باغ كونتر انا مالغري لو فات انني جو سوي با ان رياليزاتور دو فورماسيون مي عندي اون فيزيون Je sais où je vais, je sais qu'est-ce que je veux raconter, je sais ce qu'on veut raconter avec chaque moment, avec chaque acteur. Mais c'était plutôt moi qui choisissais les acteurs parce que j'ai un vrai amour pour le jeu en tant qu'acteur. Et donc ça a facilité le rapport avec le Moumtinin. Et le Moumtinin, qui a le trésor pour eux, qui est extraordinaire. Et j'ai fait confiance à ça, je leur ai fait confiance. عزلتهم مزيان كل واحد تعزل في بلاصتو كيف on avait imaginé وكلهم عطاو جينيروزمون في البوست اللي تعطاهم. الوغ مزيان هذه القضيه فهمناها واش بونس لان اون فوا تافي تدخل وتتعيق بلا بتاتر كاين كما قلتي في الاول في الفريق راه كاين كل واحد كاين عنده العمل ديالو و tu dois pas te soucier de كل شيء parce que par exemple les lumières ou داكشي راه كاين DOP كاين الكاميرا داكشي كامل tu délègues انت غادي تكونسونطرا على الحاجه اللي finalement كتفهم فيها مزيان parce que le background ديالك هو acteur et donc la mise en scène ou le jeu la direction de comédien la direction de comédien donc le réalisateur هنا تكون un directeur de comédien d'ailleurs je pense que l'insan واحد اللي تيهضر ولا تيديريجي زعما un acteur في un tournage ça reste le réalisateur هو اللي تيكون عنده ديك لا ligne privilégiée انا بغيت نسوق واحد السؤال باسكو هضرنا بزاف على هادشي ديال لاغ اكسيتيرا ماشان مزيان ولكن راه ما تنساوش باللي عندك لا كاسكيت ديال البرودكتور وكو جمع شحال حطيتو تقريبا شحال كان البيدجي جلوبال البيدجي انا وعلاء تقريبا كنا واحد 13 ولا 14 ميل اورو يعني 140 الف درهم 14 مليون 14 مليون و7 وانا 7 تقريبا غروسو مودو وكان زاد سعيد جوجاز افيك اكستريم ميديا كان كمل البيدجي تا هو شي جوج ولا ثلاثه ديال المليون باش كمل يعني ابوبري واحد 17 مليون فوالا 17 15 مليون سيتي كوا سي 3 جور دو تورناج 4 جور 5 جور 5 جور دو تورناج 2 سيمانه دو مونتاج ولا 3 سيمانه دو مونتاج ودخلها فيها حتى plusieurs jours d'étalonnage dans un studio digne de ce nom في باريس اللي عاونونا باش نراترابيو بلان شو واش كنشوفو هكاك وانتم غادي تفرجوا هكاك راه فيه دو غو كاليبر زعما من ناحيه التمثيل بارل دو داداس عزيز داداس فدوى طالب الرادي استاذ ديالي عبور اللي لو بروميي كي ما دوني لامور ديال التياتر اي جو تروفي سا جينيال كو جو بوفي لوي دوني ان رول اي لا بري ان رول اي لا جوي زعما راجل نسرين الرادي في لا سين اللي في لا فارماسي هو الاستاذ ديالي ديال المسرح عبور عبد اللطيف هاد لي زاكتور هادو avec ce budget اللي عطيتيني دابا اي سون با بايي Ils sont pas payés du tout. Mais ils sont à peine défrayés. Mais ils sont défrayés à peine défrayés. Mais vraiment à peine. Il y en a vraiment pour genre les taxis ou les, un tout petit défrayement. Et c'est quoi? C'est la même approche que Maal. C'est un message. Aziz Dedes, Naoudel, pas le chraf. Naoudel. On a eu Facebook. On a eu Facebook. On a eu Facebook. نقل بالي عزيز دادا صيفط لي ميساج لي السلام عليكم وعليكم السلام سميتي يونس يوسفي انا عندنا واحد الفيلم سميتو هكاك غندير ليه الاخراج واش كاين
با يلاه 3 4 ايشانج صيفط لي النمره ديال التليفون ديالو عيط لي لقيتو اون بلان تورناج مع جيروم كوين عاود لي بوندون شي ساعه ونص هو كيعاود لي ان اش كيدير وفهذا سي الي تي دون واحد الظرافه وواحد الكرم وواحد لا ديسپونيبيليتي اللي كانوا فريمون. هادشي اللي كنقول لك ان هكاك ليميت دار راس. وانا كنت كان انا كنت جاي في الطريق انا جاي عفت انا عم سخر فريمون غنسخر لان ماشي غير هنا راه نعاود لك مازال شي حوايج اللي وقعوا راه سيتي الوسينو و سورتو ديال الدي او بي. المهم عزيز داداس دو تخوا ايشونج قال لي شوف انا معاك هادشي زوين ماتي عرفك ما تعرفو هادشي اللي كتقول زوين وانا عجبني هادشي الله يسر انا معاك انا عول عليا ترى يوغا اون جورني دو تورناج اش كاين اش قال لي با بروبليم. فدوا طالب لا ميم شوز عصام بوعالي مصطفى الهواري عصام بوعالي نوزا بارلي دو مصطفى الهواري انا في لوليا مع مصطفى الهواري من بعد نيسرين الراديو وسي تلاقينا شرحت لها لو تروك قالت سي جينيال زوين هادشي وكنظن لو فيت انني اون طون كاكتور ملي كنهضر على لو بروجي كنهضر بلا سنسيبيليتي دو كوميديان وكنظن انهم كانوا ان بو سنسيبل لهاد القضيه دونك قالوا بون اون فا ساموزي بين اون فا ساموزي اون فا بوفوار جوي اون فا بوفوار بروبوزي دي شوز اون اورا دو لا بلاص pour jouer. فهمتي هي دابا عاوتاني المشكل ان الممثل بعض المرات كيطيح في دي بلاطو اللي هي اما بور دي كونديسيون اللي هما خارجين على لي كونديسيون ديال لا برودكسيون ولا دو او رياليزاتور لوي ميم كتلقاه محصور ما يبي با ساميزي با بروبوزي لا هو صراحه الى ما عادش تقبل من عندي المقارنه زعما ان اكتور سا ريست كوم ان انسترومون دو ميوزيك et le musicien la partition de musique et le scénario ou on dit que c'est la baguette ou le réalisateur maintenant il peut être réalisateur il peut être la guitare Fender ou la violon Stradivarius ou il peut être fait tu sais comment ça va et le fait que cette question malgré la sensibilité je pense qu'il y a cette question des acteurs qui veulent y adhérer à des projets des jeunes qui sont obtenus par l'idée بلا ما يكون مقابل. علاش؟ لقاش ماشي بحال ماشي لابروش ديال شي برود عيطت ليه باش يدير شي حاجه في التلفازه ولا يدير اشهار ولا يدير شي حاجه عارف لي كونديسيون عارف كاين الفلوس اللي كتمشي باش ما نقولوش هذيك الهضره يصيفوا لو سوليني هانت مره واحده اخرى سا بروف كو في لا ديمارش ديالك يونس سي يفو توكي واحد لابخس الا ما كيفاش بغيتي يجاوبك يحلوا لك الباب لما ما دقيتيش هادوق بيان سي ابري نو ما جاوبش صافي انا كنقول ديما لو نون جو لي ديجا هذيك لا عندي ديجا عندي دونك غنمشي نقلب على لوي دونك جونفوا ميساج كنشرح شنو كاين بغيتي هو هذاك عجبك هو هذاك ما عجبكش راك صافي دي راه كانوا دي جون كي جي اونفوي ما جاوبوش ولا قالوا لي لا انا سا مانتيريس با هذا ماشي مشكل اونكور اون فوا القضيه ديال هاد القضيه هادي راه هي سورتو فاش كنهضروا في لي ريزو سوسيو قدر شي واحد شالي في الميساج ما شافوش واللي كاين اللي شافو ما بغاش يجاوب وهذيك الحريه ديالو الشخصيه وما جاوبش وكاين عاوتاني اللي يجاوبك ويقول لك اودي هذا لو بروجي نو مي غوسومبل با وهادو الناس عاوتاني مره اخرى كيما هضر على غير ديزور كيما هضر على القضيه شي حاجه اللي كتجيب الاحترام بزاف واحد يجي عندك يقول لك اودي البروجي ديالك ما مناسبنيش علاش على ود هذه القضيه انا ندير هكا وانت دير هكا وهكا ما هكاك ديري ما صادقاش الوغ دونك سا فو دير كو كان واحد التعاون ديال الكاستينغ لي تكنيسيان اوسي ايز ايتي على راسهم Luca Luparini, le DOP, le chef opérateur. Et là aussi, c'était une histoire extraordinaire pour te dire à quel point, بعد مرات ملي كيكون واجد الوقت باش دير شي حاجة كدير ليميت إلا بغات تجي كتجيب سبيبة وإلا بغات تمشي كتقطع السناسل. عندي كيلكان اللي إلا بغات تجي كتجيب سبيبة وإلا بغات تمشي كتقطع السناسل. غادي نعاود نستعملها. دير سبيبة أنت سبيبة. صافي. دور بها السبيبة. صافي مزيان. هيدا السناسل ما عندك ما دير بهم. عندي كيلكان تلاقيت مع 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 الدي او بي وتلاقيت مع دو تخوا بيرسون اللي غيخدموا مع الدي او بي قال لي وي داكور مشينا درنا لي روبيراج مسائل مزيان تو فا بيان وكيلكان اللي ريلاتيفمون كونو وهذا طنط باقي 3 ايام على التورناج سيت طفيت التليفون الدي او بي التليفون ما بقاش كاين دي او بي يعني انت اللي عارف التورناج انسان اللي ما عندوش دي او بي ات 3 جور دو تورناج راه ما عندوش تورناج alors que كاع لي تكنيسيان سون بوكي 5 ايام ديال التورناج الماتيريال تكرا بديزيدي ديال دي او بي لوي ميم يعني بدينا كندوي على هذا وقال فوالا اش خصنا ودرنا لا ليست الماتيريال وهذا السيد غبر
مشينا عند نودارهم داكشي ديال ولا خرج السي محمد غبر ما كاينش جوسكا ماتنو انا ما عارفش لي ريزون بور ليكيل يلا ديسباري ما عنده سي ريزون الله اعلم. دونك رجعت عند سعيد غوغاز قلت ليه شوف مشات دي هوبي غير 3 ايام غنتورنيو في رمضان حيت غنتورنيو تخيل سعيد غنتورنيو لو لوندومان العيد نهار ثاني عيد برومي جور دو تورناج رمضان والعيد ما كاينش فيه تلقى دي هوبي معليش كنتخيلك انت داخل عند سعيد غوغاز كتقول لي راه مشات دي هوبي قلت فين مشى قال لي قلت لك لا حيت كان قال لي قال لي ايكوت قلت لي نو سي هذا وبقيت كنحاول نقنعو بهذا سميتو قال لي شوف انا راه ما مرتاحش المهم قال لي دير اللي بغيتي ولكن انا ما مرتاحش قلت لي شوف عندك الحق عندنا 3 ايام خاصني حل دابا قال لي شوف كاين واحد الحل كاين واحد السيد صاحبي او سان دي او بي ديال المعقول وكيخدم في المغرب بزاف وي تري كونو تري كومبيتون سميتو لوكا لوباريني وي تري جونتي باغ كونتر راه او مو خاصنا على الاقل على الاقل بعد البيه ديالو ديال الطاليان باش غيجي من الطاليان للمغرب هذه عاد باش حنا انا غنهضر معاه وغنشوفو الا بغا طنط قلت لي شوف عيط الله يعلم ولا اونفيغا بيان كي غندبروا على الفلوس ديال سميتو ديال البي وكيفاش غنخرجوهم المهم عيط ليه السيد مالو في مراكش ميم با جا لمراكش كان في مراكش بروجي ولو بروجي اللي جا على قبلو تانولا ومن اللي عيط لي سعيد اش قال لي قال لي مزيان اللي عيطتي لي عرفتي مرايح ما عندي ما يدير قال لي جي في الساتيان جا في الساتيان في الاخر جا هو وليداتو جبتيهم من السبيبه هاك عاب السبيبه aujourd'hui malheureusement pour nous le calou parini est décédé il y a quelque temps mais c'était quelqu'un qui était une richesse énorme pour le projet d'autres personnes effectivement j'ai offert les deux premier assistant Robert لأن مع DOP بقاش عندي premier assistant بقاش عندي DOP راه ماشي عندي DOP donc Yassine Zawi est apparu comme un ange والناس اللي كيهتموا بمسألة ديال السينما وبالفن en général في المغرب كيعرفوا Yassine Zawi ك premier réalisateur ou كأستاذ ديال السينما ديال بزاف ديال الناس donc هو جا avec une grande bienveillance donc l'équipe تقريبا واحد النص ديالها جا 3 ايام قبل التورناج بواحد التيسير وبواحد هذا اللي كان سي جوسكا اوجوردي فوالا علاش قلت لك هكاك سيتي اون ايكول بوغ كومبروندر ا كيل بوين فو لاشي بريز حيت شنو اش كان كيوقع ليا كنبغي ميتريزي حيت ان غران بروجي ان غران تروك فيه دو لارجون فيه دي زاكتور اللي انا كنبغي اسمح لي اسمح لي راه في دو لارجون الفلوس غيحطوهم ماشي في دو لارجون الربح غادي نوصلوا هاد نوصلوا هاد النقطه غتحط فلوس عندك ناس اللي انت كتبغيهم وكتحترمهم وتايقين فيك وغادي يجيو وغيعطيوك وقتهم دونك ما باغيش تدير شي حاجه اللي هي ما تليقش بهم هذا مستوى ولا دونك عندك كاع هاد لا بريسيون دونك tu veux maîtriser sauf que à chaque fois كنبغي نميتريزي كنبغي نزير كنبغي نشد داكشي اللي كنزير كان هذا كيتهرس كيخسر وكيجي حل من شي بلاصه اخرى بوحدك كيجي من جهه بوحدو دونك او بو دا مومون جي ابري ا لاشي بريز سي فري ك جيم سو بروجي سي فري ك سي كيلك شوز لي ديك الساعه ملي كنت فيها سيتي اهم حاجه في حياتي فريمون كنت توتال فوكس سور ال مي هذاك التوتال فوكس كان كيولي مشكل انك كنت غادي نولي اوتوريتير غنولي هذا الوغ جي بري واحد ان بو دو ركول اي جي ليسي بلوز او موان حاولت ان توكان نخلي بلاصه لان تو المود بارتيسيب ونخلي نشوف حتى من الناحيه ديال لو جو من ناحيه هذاك سكو لو بلاطو فا بروبوزي سكو لو مومون فا بروبوزي لو موفمون دو كاميرا تا هو دونك بقات واحد ليميت سرقنا الفيلم شفرناه Et ça, je fais référence vraiment à quelqu'un dont j'aime beaucoup le travail, Web Labbes, qui a cette sensibilité. Il faut juste choper le moment, pas forcément en organisé bien, mais juste comme présent. وي هاد القضيه هادي سي قد ما كنتي موجود وقد ما كانت عندك لا بريباراسيون كل ما مزيان ولكن اون ميم طون عرف بلا بروجي ديال الفيلم ولا كور ميتراج ولا هذا سي اون افونتور كتبقى مغامره والمغامره الا ما طاحوش فيها لي زامبريفو هي فين غادي تشك
لقاش غيكون كيتسناك شي امبريفيو كبير من بعد فهمتيني لي امبريفيو ديك هي لا جيستيون زعما سي بور سا كو كاين كوم تو دي ان ديريكتور دو برود سي بور سا كاين اون ايكيب دو برود سي بور سا كاين اون ايكيب اللي غادي تقلب ديما على الحلول ريجيستر انا يقابلك يلقاولك الحلول وليدي سي كو خاصك tu gardes ton sang froid ou tu bidais les réalisateurs ou acteurs ou hada c'est que tu bidais fait donc les conditions les tu connais souvent très difficiles les barrières de le métier arf billa khedma ديال السينما khedma ديال التصوير ولا ديال لا برودكسيون c'est khedma صعاب داكشي علاش الناس كيبغيوهم البروجي دار دار البروجي تصور الا ايتي مونتي اكسيتيرا هذا après bien sûr le film غادي يعيش حياته وانتما كما هضرنا قبيله المنطلق ديال هادشي كامل هو الفكره ديال اننا بغينا نديرو فيلم قصير يعني ما فكرتوش في الفلوس ما فكرتوش واش غتبيعوه ولا ما غتبيعوهش داكشي كامل كتخرج باقي لها كاع في الحسابات ديالك سورتو فاش كنهضروا على كور ميتراج لان كور ميتراج واش غادي يدوز في السينما ما غايدوش السينما غايدوز بيتيت قبل يمشي فيلم سي تري غار لي شين دو تيلي اللي انتريس باش يشريو كور ميتراج شكون هما وشحال غادي يخلصوا كاع انت تباع افيكسيمون تباع انا يو لوكازيون ان نبيعو للتي في 5 تي في 5 موند مي بور دوني اون ايدي زعما باش تعرف اسكو سا ريبريزونت يعني 2000 اورو يعني باش شرات تي في 5 الفيلم يعني ولا ديفيوزي بليزيور فوا بور لو ديفيوزي بليزيور فوا 2000 اورو يعني سي ريان دو تو مي ابري سي كو لو فيلم تاوا الى اي تي ديستريبيي زعما داز لي فيستيفال دار لي فيستيفال دار دي فيستيفال و دا دي بري دا دي بري اون اي زعما بوكو دو شونس ان بزاف ديال الناس ملي خرج الفيلم لا 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 سور انترنيت لا لا دي بروفيسيونيل دو سينما لو فيلم ا ريوسي ا ايتر فيديل هذيك لا بيانفيونس ديالو حتى حتى ملي بدينا كنقدموا الفيلم و ليميت فيستيفال كاين كيدينا الفيستيفال الناس كنتلاقاو معاهم في الفيستيفال كيعجبهم الفيلم كيبروبوزيونا في حاجه اخرى اي بي لو فيلم ا في واحد كانزان دو فيستيفال دا واحد 7 ولا 8 بري الى بيرمي ديغيغ هذاك لو بري ديال هكاك ا بيرمي دو فير ان اوتر فيلم ديغيغ هذا سيتي الفيستيفال ديال زنزيبار ديال زنزيبار دونك كان واحد لقاش لي بري في لي فيستيفال نوضحوا الناس ماشي ديما فلوس لا ماشي ديما فلوس مرات تيكون يفينونسيو لك بروجي واحد اخر مره كيعطيوك تيعطيوك طابليت تاكتيل فوطه وشي حاجه تيشيرت انا خديت الصندوق في واحد الفاستيفال خديت الصنيديقه ديال العرعار ديال العرعار مزيانه بخير جمع فيها بيليكي جمع فيها بيليكي جولي سوفنير دونك وي لو فيلم ا في بليزيور فيستيفال ومن ضمن الناس اللي كنعجبهم الفيلم لا ميزون دو فيلم كور فرنسا لا ميزون دو فيلم كور هي واحد الانستيتيوسيون في باريس اللي عند كتخدم على بزاف ديال لي كورميتراج في العام و سي اون بحال قلتي واحد الزاويه ديال السينما القصيره في فرنسا في باريس اون بارتيكولي وكل عام كيدير واحد لا سيليكسيون ديال لي ميور كورميتراج ديالهم في العام اللي دازو من عندهم وعزلوه هكاك مع لي دي فيلم وكيقدموهم في واحد لا سواري وفي هذيك لا سواري كيكونوا دي زاشتور كيكونوا ناس اللي كيشروا افلام كيكونوا هذا دونك في لو جوري كانت من ضمن لو جوري لا بيرسون اللي كتشري الافلام بور تي في 5 دونك كنت تفرجت في الفيلم والفيلم كان اكزيكو بريمير بوزيسيون مع نوتر فيلم دونك من بعد تلاقينا ابري هذا وقالت لي فوالا راه عجبنا الفيلم وبغينا نشريه وقلت لها انا ما قالت لي شكون اللي مكلف ب ها انت باش نقول لك شكون اللي مكلف ب بلا فونت ديال لا ديستريبيوشن ديال الفيلم قلت لها هاد الساعه ما كاين حد انا هذيك الساعه البروديكتور انا اللي كنصيفط في الفيستيفال انا اللي كنعمر العيبات كنصيفط سميتو لي بلاتفورم اللي كانوا ديك الساعه في راه صدات كوميم ديال واحد 4 5 ans باش درنا هادشي كاينين دي بلاتفورم كاين دي فوالا ça c'est très important pour les qui باغيين يديروا كور ميتراج كاين بزاف ديال لي بلاتفورم وغادي من بعد نعطيو بوتيتر لي ليان تديرهم قول لهم دابا نديروا ماتش حيت ما عاقلش شفت لك من بعد كاين اسمح لي ما كاين باس المهم انتوكا كاينين واحد لي سيت معروفين لي الدور ديالهم باسكو لي ريبيرتي ريبيرتوري اون فيت لي فيستيفال اللي كاينين مع لي دات ديال
لا ديال ديبو ديال لي فيلم ولا فاصون باش كديبوزي يمكن يمكن فوالا تخلص وهما كيديبوزي باسكو جو سي جو مغابيل بلو واش دابا في النوميريكين عاوتاني هاد القضيه تنفيريفيو من بعد هي كاين دي سي بي ولا ما عرفتش سميتو هذاك الديسك دور دي سي بي درنا افيكتيفمون دي سي بي بور دي سي بي فوالا حيت على حسب لي فيستيفال ما بقاتش بوبينه دابا دابا كفيلم باش كتصيفطو ماشي كتصيفطو في شي وي ترانسفير ولا كومبريسي اش 264 ولا صيفطو في واحد ديسك دور دي سي بي اللي كيكون فيه الفيلم كامل وفي واحد لاكاليتي اللي كتسمح بون بروجيكسيون في سينما 4K وهذا ماشي كديرها في داركم لاقاش دي سي بي راه هو كتخلص عليه ويفيكتيفمون خلصنا عليه باش درنا الدي سي بي حيت كان تقريبا شي ما عقلتش ولكن ماشي شي 200 ماشي بحال ماشي 300 يورو ولا شي حاجه 2000 و 3000 درهم الا ما الا ما خانتنيش داك انا صافي لونطون داكور دونك توكا درنا ان دي سي بي اون ايو لا شانس اوسي ان ان الفيلم تعرض في سينما الريف دونك كان خاصنا ماشي سينما الريف ربي سينما ا بي سي اللي دونك كان خاصنا ان دي سي بي باش يقدر يتعرض سور غرونت ايكرون فهداك لو بروجيكتور نوفيل جينيراسيون اللي كاين في السينما ا بي سي اللي كاين ريسامون كي ايتي رينوفي و دونك لو فيلم داس في هاد كنت كنصيفطو قالت لي السيده فوالا قالت لي واش كي كيف في لا ديستريبيوشن قلت لها انا ما عنديش ديستريبيوتور قالت لي وحنا تي في 5 كي بغينا نشريو ولا ممكن نشريو من عندك انت خاصنا شي انت صحابك غادي تصيفط لهم وي ترانسفير قال لا زعما تصيفط لهم دي سي بي انا عارف بان خاص شي فدلاكه ولكن ما خبريش من فدلاكه ما عارفش كان في لاسواري واحد السيد اللي هو ديستريبيوتور دو فيلم ويتشدو هي صافي كتعرفو ويتشدو من اليد قالت لي اجي قالت لي انا تي في 5 باغا نشري فيلم هذا السيد عنده فيلم ما عندوش هذا غدير ليه انت قال لها ما عارفش اش من فيلم قالت لي ما سوقكش انا باغاه انت دير ليه هذا ديستريبيوشن سير دير ليه باش نقدر انا نشري ودير ويفيكتيفمون سيتي كيلكان تري جونتيل اللي من بعد بقينا زعما اون كونتاكت وداكشي اكي نوزا جاب شي افير من بعد ولا والو لا مي كنا هضرنا على واحد لو بروجي ديال ان لون ميتراج وداكشي مي بور لانستون توكا يا ريان ياك ما هيك ما مشى مع الدي او بي حتى هو غير انا شوف انا ملي فهمت هذه القضيه صافي رخفت في النفس داكشي اخويا الا جا هو هذاك انت كدير النيه ديالك تي كومونس افيك لي بون ريزون لو بروميير كو دو بيوش لا هادشي فوالا لو بروميير كو دو بيوش في لو بون سونس يعني حنا اش وقع لينا انا وعلاء اش قلنا هاد الجمله قلنا حنا ما كرهناش هادشي اللي مكتوب هنا يتجسد يوقف يتشاف والناس مع حيت الناس ما كتقراش كتقرا دو موان زون موان ولا بوكو موان كو كتفرج سي سكيتي لو فون ديال داكشي اللي كاين في لو فلوغ بغيناه يتقال بواحد لو فورما اللي يكون ديفوزي ويكون عنده واحد لامباكت اي دونك هادشي اللي علاش درنا حنا فيلم حنا كون ما كانش السينما كون اخترعنا هذيك الساعه على قبل هذاك الفيلم على قبل هذاك الفيلم فهمت انا ايسيي دو ترونسبوزي لام ديال ديك الخدمه ديال علاء في ان روندو لي اوديو فيزويل كي تيان لا روت كي ان سونس ارتستيك اي ومن بعد دي جون اي بيسكو كندن بيسكو كانت هذه هي نوتر ديمارش ديال ديبار بحال قلتي لونيفير قالنا اوكي با مرحبا بكم سي بيان الوغ توني خذوا اللي بغيت نقول سيك في الاول لابروش ديال انك غادي تجبد 7000 اورو هو 7000 اورو ماشي تقول غادي انفيستي او غادي كتقول لي طاحت اللي طاحت بحال اللي طاحت في الارض زعما ماشي تنقول لك لاقاش لو سوسي ديالكم ماشي الغوطابيليتي لا حيت ما نكذبوش على الله عاوتاني انا كممثل عارف باني الا درت ان كور ميتراج وكان دو بون كاليتي وتشاف اون طون كممثل سي اون اوكازيون اوسي دتر فيزيبل اون طون كاكتور سا فا مي بيرميتر بوتيت ديريير دو ترافاي او دافوار دوتر رونكونتر يعني ما يمكنش نقول لا ما خممتش فيها كاع بيان سور خممت فيها ولكن الي اكسسوار عندها 20% من علاش دار الفيلم دار الفيلم لا يعني اللي بغيت نقول وهادشي اللي كتقول فيه هو اللي كاين لحقاش هو استثمار ولكن ما كتقولش بانه هكاك غادي يدخل الفلوس لا في الاول هذيك القضيه في الاول كتقول حطيت فوالا غتحط 7000 اورو بحال اللي طاحت لك من جيبك كتقول بحال رجعت منها شي حاجه طون ميو ما رجعتش منها شي حاجه غادي ترجع منها شي حاجه ايفيكتيفمون غترجع منها ديجا لي 2000 اورو ديال 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 تي في 5 اللي شرات الفيلم رجع منها لي فلي بري من ضمن كيف قلنا زنجبار كان لو بري كان كونسيستي ا 2000 اورو
participation dans la production de ton prochain film. يعني هما كيقول لك فوالا انت حنا غادي نعطيوك لو بري انك ملي غادي دير فيلمك الجاي صافي انا غادي نصيفط لك واحد 2000 يورو باش نعاونوك انك ديرو. دونك فيلم الاخر هو اللي هذيك 2000 يورو باش درك الفيلم كامل. استنى 2000 يورو ديال تي في 5 ولا ديال زنزيبار؟ لا ديال زنزيبار. ديال زنزيبار. ديال زنزيبار. ابري لي زوتر لي زوتر فيستيفال لا ما كانش اون زعما اون رونتري دارجون ولا هذا اللي كان سيتي فوالا سيتي دي رونكونتر سيتي ان مومون سيتي سافي دير لي بغيت نقول واقيلا سي كو هذيك لانفستيسمون en tout cas pour toi parce que elle je sais que بعت شويه على الدومين ولا دار هذاك pour un coup de cœur c'était un truc ديال le moment on a fait ça dans le moment هو je pense انا l'envie elle est encore là après c'est une question de وقت ديال الوقت ou de moment عاوتاني je pense انا mais pour vous deux ça veut dire que بحال دابا 7000 اورو واش نفسروا زعما تمشي دير ايكول ديال السينما بريفي غادي تقام عليك 7000 اورو بتيتغ في العام ولا شي حاجه بحال هكا بريفي الوغ كو نتوما خديتو ليكسبيريونس ديال لو تيران والاكسبيريونس ديال عندكم ان برودوي عندكم ان بيبي كاين هكاك اكزيست كاين موجود ماشي موجود دابا القضيه سي كو ابري اوسي سا تونفوي فيغ لو بروشان كور ميتراج اللي هو ليتس روك اللي غادي ندير لو ليان ديالو هذا بغيت نعرف من ستي من تاول الرياليزاسيون افكتيمون لا ملي سالا هكاك جو ميتي بري او جو ما بقاش عندي هاد الهوس ديال لامبوستور وهذا وليت كنقول بون سي ان فيلم انا بغيت نعاود هاد القصه كوم سا عجبات اللي عجبات ما عجباتش اللي عجبات درت اخطاء لا لوميير ما كانتش بحال هكا لو موفمون دو كاميرا ما كانش وي بوتيتر انا ان تو كا انا ان توكا جي ان مومون ان توكا دو جو لا ان انتيريور كي مي بارل اللي عاجبني اي جي انفي دو لو بارطاجي دونك مشيت بحال هكا اي سورتو كانوا جوست ابري لو لي زيفينمون ديال الباتاكلون كان الهجمه الارهابيه على الانصال ديال فرنسا انا كنت ديك الساعه في المغرب وكان عندي دي زامي وهذا اللي يعني ملي كانت وقعات حسيت بها بحال لا وقعات في المعارف ولا بحال يعني شي حاجه اللي كنت عايش في فرنسا وعشت في دي زامي اللي في هذاك القونت وداك الشيء يعني قاصني بطريقه مختلفه على كاع داك الشيء اللي كنسمعوه يوميا اللي كتحس به ان بو لوان ولا هذا مي هذه بالضبط كانت قاصني وبقات كتقول لي في دماغي شي يا كيك شوز افير دو هاد القضيه وانا مريح مع واحد الدري صاحبي سميتو دونغ كنسلم عليه من هاد المنبر سميتو دونغ حيت دونغ تايلاند ماشي تايلاندي فيليبيني داكور المهم دونغ صاحبي دونغ مريحين كنهضروا وكيعاود ليا على ان مومون في البولفار قال لي سان مومون دونغ واحد الساطه دخلات كان كونسير ديال الميتال وداخله دايره الحجاب وفوق الحجاب حاط دايره un perruque ou le perruque fait à smicho la crête glio c'était tahsina بحال ديال الدجاجه voilà l'iroquois voilà كنقلب السميه خوا تكنيك ديال ايروكو ايروكو هذه حيت ديال ديال لي زابيتون الاولون ديال ماشي لي زانديان لي نيتيف امريكان لي زابيتون الاولون ديال امريكا donc donc vous êtes l'histoire d'une anecdote هو قال لي بحال j'ai vu l'image je dis ça هذه خاصها تعاود لان كان فيها بزاف ديال الحوايج ان انتيريور دو ان باتاي بين عندك الشعر ودايره فوق من الشعر الحجاب وفوق من الحجاب دايره البيروك دونك يافي كلكو شوز لا دون كي ايتي انتريسون دونك وجات هذا لو بري ديال 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 زنزيبار Et donc, ça m'a permis de faire le film un très court métrage, avec 4 dakika, quasiment sans aucun dialogue. Mais c'est un moment. On voit un moment et on voit l'image qui coule peut-être sa propre sensibilité. Ana shift le court métrage et effectivement, comment tu le racontes. Plus que le personnage principal هي مرا غادي دير الحجاب ماشي تناقض غير ديال المرا تنهضر على التناقض ديال المجتمع كامل فوالا سي اون باتاي انترن اي سي واحد لا بريسيون ديال المجتمع اللي كتجعلك اللي كتفهم منه يعني ماشي تجزيت غير المراه وداك الشيء دونك فريمون هكاك سي بحال قلتي هكاك لي سروك لا هو سي ماشي تركيز على لو سوجي الديني ولا لو سوجي ديال الحجاب اون طونك تيل سي سا اوري بو اتر اوت شوز لي سكي راكونتي سي جوست
لا ديكوتومي اللي عايشه فيها هذيك هذيك لا بيرسون هذيك اللي قلتي دابا هذيك هذيك عندها ديكوتومي ديال بنادم الداخل الديكوتوميه كاين بزاف الناس الداخل عندك الغاشي بزاف بنادم بزاف الداخل وكتوصل بعض المرات لشي حوايج اللي هما توتالمون ابسورد لابسورديتي ديال ديال هذاك لو تروك انا كو جوفي انتريسون ابري سي خصكم تفرجوا فيه باسكو كاينين فيه دي بيتي كلان دوي تشوفوا لي ديتاي في بيتويناتنا في بيتويناتنا وفي هادي سميتو بتيت يونس نعطيو سون طون اكسبيريونس انتيريا باسكو تو تو في هاد لي دو كور ميتراج تو باسي باغ هاد لي ايتاب كروشيال بتيت بور الناس اللي بحالك ما داروش ليكول ديال السينما باش يديروا لا رياليزاسيون ولا هذا واللي باغيين يتلونساو في البروجي ديالهم بتيت دي كونسي وخا صراحه في هذا اللقاء كامل هضرنا على واحد لو تريك فوندامونتال اللي يمكن غادي تعاودوا حتى هو دابا واللي غادي نركزوا عليه فازي لو برومي كود بيوش علاش باغي دير فيلم اكزاكت هي الا جاوبتي على هذا السؤال بشكل واضح وبشكل اونيت مع راسك ومع الناس اللي غادي يوصلهم الفيلم وغيعطيوك الوقت باش يتفرجوا فيه اكثر من 90% ديال الخدمه دارت ماشي بشحال ماشي ولكن بشحال علاش علاش اشنو باغي تحط اون كامرا سا بو اتر très absurde, ça peut être très petit, ça peut être peu importe le fond, l'essentiel dans la démarche d'elle que tu connais, mais regardez, je trouve fait que l'idée d'elle une démarche totalement artistique ou hadith ça fait souvent hadith ça fait référence à dire le fanan le mahgour li qui ou le fan avant ou mabghish le flous ou mabghish le fan, mais c'est pas had la caricature, mais dans cette caricature qu'il y a un fond de vérité لان هادشي ما كيعنيش بانك ما غتربحش فلوس هادشي ما كيعنيش بانك ما غاديش دير لاباس هادشي ما كيعنيش بانك ما غاديش تكون عندك اون نوتوريتي ولا ان الخدمه ديالك غتتشاف وغيكون عندها دي سوكسي مي هادشي ما يمكنش يكون هو النقطه ديال الانطلاق ديالك الا كان هذا هو نقطه الانطلاق راه تقدر توصل هذا هو العجيب في الامر انك تقدر تكون نقطه انطلاق عوجه وتبدا وتديماري وتلقى اللي يعاونك وتخدم ودير فيلم وجور ولكن كاع داكشي كرو داكشي تقدر توصل وكيمشي البلاصه فين بغيتي توصل ليها حيت في الاخر يوغاد لا ديبرسيون يوغاد لا شوت يوغاد حيت غادي تكون مشيتي بعيد عوج لوك ديبار سير عشويه وتسير مقاد احسن ما تمشي بعيد وتمشي عوج دونك اون فيت باش ما يكونش عندكم قيود انتم كاملين اللي كتسمعونا ما يكونش عندكم قيود في من ناحيه الزوبجيكتيف ديالكم دون لو سونس انني باغي ندير فيلم نسول راسي علاش بغيت ندير فيلم كما قلنا يونس يوسفي سيرتو شويه من التجربه ديالو وهذاك الشيء الاخر ديال كيفاش غادي دار وهذا وكسميتو جيب جرب سبيب ولا غادي يمشي كيفاش الا بغات تجي كتجيب سبيبه ولا بغات تمشي كتهرس سناسل بتات خا تكون هذا التيتر ديال البودكاست ديال اليوم الا بغات تجي تجيب سبيبه ولا بغات تمشي ولا بغات تمشي كتهرس سناسل لافيتي ديالنا كان يونس يوسفي شكرا بزاف الله يحفظك والله الا دوزنا نقيشه زوينه وباقي ترجع معنا باقي ترجع معنا في سليمة شكرا لكم كاملين اللي كتسنطوا لينا الا عجبكم البودكاست ما تنساوش بارطاجيو مع الناس اللي عزاز عليكم ولا ما تبارطاجيو وخليو ديالكم بيناتنا بيناتنا اكزاكتومون شكرا لكم بزاف نتلاقاو في حلقه واحده اخرى قريبا بسلامه يا يونس بسلامه اخويا بسلامه وشكرا انكم تسنطوا لينا بسلامه